السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذه نهار جديد وفيديو جديد اخوتي، ومرحبا بكم معايا. ومبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا بالصحيحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم كيكه بالكريمه الشوكولات، وتابعوا معايا اخوتي. غندير جوج معالق ديال كاكاو الشوكولات، مكونوش عامرين بزاف. غندير كاس ديال سنيدة، كاس الحليب، والزيت كنخليها كنطرب في المولينيكس، وكنزيد الزيت شوية بشوية. تابعوا معايا حتى نصوبها وتشوفوها كيفاش جات. دابا خوتي ها الكريمه ديالي وجدات، ها هي كتجي على هذا الشكل هكا. غادي نخويها هنايا ونديرها تبرد شويه على ما نوجد الكيكه ديالي. الثلاجة دابا غادي نوجد الكيكه ديالي، وتابعوا معايا اخوتي. دابا غنوجد الكيكه، ندير بعض البيضات، سنيدة، نزيد الحليب، نزيد الزيت، ندير واحد المعلقه ديال الخل باش كتجي من فوقها زوينه. هذا الشوكولات الكاكاو هكا أمي. كي كندير الكيكه اجي
هبتي واخا غادي نزيد الطحين على حساب الخليط حتى تعقد لي الكيكه ديالي. كنعبرش انا بالكيسه كنصوبها حتى كنشوفها عقدات صافي كنحبس. غندير جوج خمارات مع الطحين فورس دابا خوتي ها العجينة ديالي راها عقدات. دابا غنديرها في البيض غنديرها في الفران طيب وتابعوا معايا اخوتي التزيين ديالها. كما شفتوا اخوتي ها الكيكه وجدات. دابا غادي نقطعها باش نزينها بالشوكولاط بالكريم كريم الشوكولاط. طيب بحال هكا زاد سخونة سمنة. هنايا درت شوية الكونفيتير درتو فوق البوطة حتى طلق شوية غنسقي بيه. الكريم اللي وجدت قبيله ها كيفاش كيجي. دابا غادي ندهن الكريم هاد الكريم اخوتي راه ما كيضيعش ماشي بحال الاخر. هذا
صوبوه وتخليوه فوق ما بغيتو وتلقاوه كيبقى مزيان. صوبوه بالزيت والحليب والسنيده. دابا راه حطيت النص الاخر على الكيكه، على النص اللي كان من التحت. دابا كندهنها من الفوق عاوتاني بالكريم. كنحشوها في الثلاجه حتى كتشد راسها مزيان. ندير عليها هاد الشكلاط ملون. الكيكة وجدت اخواتي، نتمنى تعجبكم وشكرا لكم اخوتي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، كاع اللي كيشوف هذا الفيديو شكرا. نتمنى تعجبكم هذه الكيكة وان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.